السلام عليكم، كنتمنى القصص اللي كنقدموا لكم يكونوا كيعجبوكم، وكنتمنى منكم اللي باقي ما اشتركش بالقناة يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. نبداو على بركة الله. منين نبدا؟ واش نقول؟ ما عرفتش. قصتي قصة بحالها بحال القصة ديال فريدة وداك المغصوب، ما عقلتش على سميته، مخربقة وفيها صداع. المهم أنا واحد البنية ظريفة كالخريفة، من دار الجامعة ومن الجامعة للدار، من داك النوع ديال الفتيات المولوعات بالسينما الهندية. أيه يا سادة، عالم بوليود العجيب الغريب اللي فيه الطموبيلات كيتقلبوا والبطل ما كيوقع ليه والو، واللي فيه البوليسي ما كيحل لغز الجريمة حتى كيطردوه من الخدمة، واللي فيه مالهوترا كيجري وخا مضروب 50 رصاصة باش يعتق حبيبته بريانكا. المهم نرجعوا للمفيد، من ديما كانوا كيضحكوا عليا على شعري الطويل اللي ديما ضافرة ودايرة ليه الفرقة تقليدا للإيشواريا راي من فيلم كورو، كانوا مكنين عليا الهندية التالفة، عرفوا باللي انا بلاستي ماشي في المغرايب، انا بلاستي مع شاروخان وسلمان خان وامير خان وهاديك الشله. انا واحد الفتاه اللي كتبغي اللغه العربيه، اصلا هاد الشي علاش دايرها كتخصص في الجامعه. كنت كنمثل داك النموذج ديال الفتاه التقليديه في نظر الاخرين، اما بالنسبه ليا كنت عايشة عالمي الخاص. وقت ما راش قالت ليا كنشطح، غير هو ما كيخرجوش ليا الناس من الجناب باش يشطحوا معايا. اما خولة اختي كانت العكس ديالي، هي اختي الكبيرة وكانت مولوعة بالعلوم وداكشي. واحد النهار وبينما انا كنت منشاغلة كنت فرج في واحد الفيلم ديال القديرة برنت زيندا، وهي تقطع أمي حبل أفكاري، قالت واش ما غاديش هدى طفي داك المشقوف وتنوضي، وانتي نهار وما طال وانتي مقابلهم من صبح الله وهما يشطحوا. حسيت بالإهانة، قلت ليها إلا مالكي كتظلميهم، راه الله نص ساعة باش بداو كيشطحوا. تعصبات الأم الحنونة ديالي وهي تقول شوفي نوضي تسخري ليا ورجعي راه غتلقايهم مازال ما سالاو التلواز. بديت كنزاوق وكنقول ارجوك يا اماه خليني نكمل غير هاد الفيلم ونوض دريه بالدار ونعاود نبنيها كاع انتي لا بغيتي ولا عرفتي شنو. وصيفتي خوله، هنا حملت امي اداه التهديد اللي ديما دايرها في الجيب وقالت شفتي يا بنتي هاد المقص، والله ما تنوضي حتى نضرب ليك ديك الضفيرة من النص ونعلقها في الصالون. نقزت من فظاعة هاد الجريمة وقلت لا يا أمي أرجوكي هاني نايضة نجيب ليك تا من حماد مول الحانوت حتى هو. حسات بالنصر ودارت واحد الابتسامة شريرة وهي تقول وهكاك الله يرضي على بنتي. خرجت من الباب والضيم طايح عليا، تخيلت راسي كاجول الحزينة غادة وكنتخيل في راسي أغنية وشطحة ديال الحزن، وحادرة راسي وكنتمتم كنجر في رجلي وكنتسنى الشتا تصب باش تكمل الحلقة ونبدا نشطح وتجي الدريبة وحماد مول الحانوت يشطحو حتى هما. واحد اللحظة ومن دون سابق انذار ما حسيت براسي حتى لقيتني مسرحة في الشانطي والناس مجموعين عليا. حليت عينيا والناس كيبرقوا فيا كيقولوا ها هي حلات عينيها. بديت كنسد ونحل في عيني، وقف عليا واحد الانسان ما قدرتش نميز صورته حيت كان كيبان ليا بالمقلوب. نزل عندي وشد ركابي، كان باين الحرام باقي صغير، وانا نقول ليه اش كاين، وهو يقول وكتسولي مازال. نط راسي دايخ وقلت له ما نسولش ياك ما تسوى الحرام. خنزر فيا وقال وعباد الله
واش كاين اللي كيمشي وسط الشانطي وبشوية عليه، ومرة مرة يجلس يتعوج. واش اختي غادة في الشانطي ولا في بلاصة ديال الشطيح في الديسكو؟ جمعت الوقفة. الله الله الضفيرات شنتفات. قلت ليه الديسكو وكاين ابنادم اللي ما كيكلاكسونيش، ما تعرفوا اللي ساهي اللي كيهضر مع راسو اللي دماغه كيتشاور معاه. اودي شاف فيا وهو يقول واش هدوا الناس، راه ماشي غير كلاكسونيت، راه بقيت كنغوت حتى بحيت. سست حوايجي وجمعت شعر وقلت ليه لقيتيني زربانه، اما كون درت موت احمر هنا. سير الله يعاوننا ويعاونك، اشفع عليك الفيلم. بقى كيشوف فيا، هز حاجب وحاط لاخر، وعطيته بظهري وانا نسمع. باقي بحال هاد الماركات عايشين. درت واحد الدورة بالزربة ومع واحد النظرة حادة وقلت له شنا هو؟ شاف فيا باحتقار وهز موتورو وزاد. تفو ما كرهتش كون شطحت في ديك اللحظة تعبيرا على الغضب. زاد وانا فيا الغدايد مشيت للدار بجغت ديك الخميرة من قوة الفقايس، وحلات ليا ماما الباب وهي تقول فين تعطلتي تاني؟ واش انتي كل شي عندك معطل؟ مالكي هكا؟ هزيت فيها عيني وقلت ورا ضربني واحد الله يعطيه الضرابي. وبديت كانت غبن وجراتني وهي تقول سيري بدلي وقاري لي ديك الخميرة، وباقت تغبني بحال ديك التغبينة نحيد ليك راسك، ما تبقايش ديري لي داكشي ديال الافلام. مشيت كنجري ودخلت لبيتي وتلاحيت وعنقت المخدة وبديت كنبكي على الحظ الاسود اللي عندي مكونة في بلاصتي، حتى كنسمع واحد الدغريتة نقزت ما تكون هادي غير ماما حيت كتزغرت بحال الصونيت ديال المدرسة. نزلت بالحفة شادة جليلي وكنتخيل راسي لابسة الصاري، وفي الصراحة أنا لابسة غير العباية ديال ماما. لحقت عليهم في الصالون، كانت خولة أختي الكبيرة واقفة مع ماما، وماما شادة ليها في إيديها وكتقول الحمد لله بقيت عايشة حتى لهاد النهار. جريت عندهم وقلت لهم ماذا من متى وكيف؟ دارت عندي ماما والابتسامة على وجهها وهي تقول خولة أختك أمين غيجي يخطب فيها. حسيت بواحد الفرحة وأخيرا عرس في الدار من بعد زمن طويل من العنوسة والكآبة. قلت لها أجي لهنا نبوسك، وبدينا كنتعانق وأنا نقول وعلى سلامته حتى لدابا عاد زعم. وبدات ماما كتنغز فيا وضحكات خولة وقالت عقباليك هدى، وهي تقول ماما أحيان يا بنتي شكون غيديها في شي وحدة عايشة ليا في عالم وأرض بعيدة علينا بآلاف ديال الكيلومترات. درت عند ماما وقلت ليها واش انتي معانا ولا مع غانا؟ مال معنى تحطيم المعنويات؟ مال يا ماما اش فيا خير؟ وهي تقول نهدر ولا نقول؟ بدات خولة كتبرد في ماما وانا نقول ليها الى هدرتي هي الى قلتي. وجلست فوق الكرسي وانا نقول ليهم، حطات المغرفة وتنهدات وغمضات عينيها وهزات ايديها ووركات على صباحها الصغير وقالت اولا داك الشعر طويل حتى لفين ما بغى، وديك الضفيرة والفرقة اللي كترجعك لزمان بيض وكحل، واش كاينة بنتي اللي كيدير الفرقة في زمان ولا فيه السيشوار والبابيليز؟ هادي وحدة يالله بغيت ندير الهجوم المضاد. وهي تعطيني ضربة من جديد وقالت ثانيا كاين شي حد كيلبس سروال ديال الثوب مزير من التحت ويدير شي حاجة طويلة عليهم كتولي كيلو قيدة، يا إما تستري كلك يا إما لبسي شي حاجة مقادة. قلت ليها إياك الحاجة. قالت إياه، وداك الشال اللي كديري ليا في عنقك وكترديه اللور ما خفتي حد يضربها لوالديك بقجة؟ بيساتني الأم ديالي عقراتني وحطمات لي المشاعر. جمعت الوقفة وبداو الدميعات كينزلوا
وانا نقول لهم دابا يجيب الله اللي بغيني كيف ما انا. وهي تشوف فيا وقالت اوهو يا بنتي، الرجال عندنا حرشين وما كيبغيوش اي هاد الشي اللي هي فيك. بديت كنتفقس، خضرت الوالدين قاصحة وما كتنساش. مشيت لبيتي وسديت عليا وبديت كنغلي، مالي اش ناقصني، مال الهنود ماشي ستيل. باقا كنغلي وهي تدخل عليا خولة وقالت هدى واش كاين شي واحد كيتقلق من هضرة ماما؟ ما جاوبتهاش وهي تقول واش بغيتي تكوني مقلقة في نهار الفرحة ديال اختك؟ بقيت كنشوف فيها وانا نعنقها وهي تبتسم وقالت انتوما الهنود سبحان الله قلبكم هشيش وطيب. وبديت كنضحك وبدينا كنخلقوا السعادة من هنا لسيمانة، لا من هنا لثلاث ايام. غدا الخطبة، ماما وجدات مالات دوا طاب، عاونوها الجيران والحباب وكل شي كان تمام. مصاب كون كان بابا الله يرحمه يشاركنا هاد الفرحة. وفي صباح الخطبة عيطات عليا ماما هدى سيري شوفي اختك فين وصلت في الكوافورة، وإلى جيتي سيري بدلي. مشيت لحقت على اختي ورجعت للدار، طلعت بالزربة وجبت حوايجي. هيدا غيجي مع هادي؟ لا و لا وندير هادي حتى هي. وبعد وقت طويل من المفاوضات خرجت بنتيجة هائلة. نزلت عند ماما كانت دايزة الكوزينة وشافتني في الدروج وهي تشهق اويلي واش بغيتي تسكتي لي القلب؟ واش بغيتي تطرطقي ليا شي فيزيبل فراسي؟ خلعتني. قلت اويلي يهديك الله الوالده اش درت؟ وهي تقول واش هالقرضه كاين شي حد كيلبس هاد الكسوه الحمراء حتى للركبه وكيلبس معاها كولون في الزيتي ويدير شال مدوزو من كتفه وعاقدو في جنابه. دوري دوري اويلي يا عباد الله معلقه ليا مشموم ديال الورد في شعرها. اويلي واش ندب هكا ولا هكا؟ غبري غبري لبسي قفطانك ولا نفلقك بهاد التيمومه وديك الضفيره اليوم نقرض باباها. بديت كنتنخصص ولا ولا مالو هادشي، انا عاجبني هادشي اللي لابسه. وبالفعل هزات التيمومه وقالت واش انتي جالسه ليا في نيو ديلهي؟ اهبري يا الهيشه. طلعت لبيتي وبديت كنتغبن وبدلت حوايجي، لبست داك القفطان اللي جاني كي الخنشة، ما عنديش المقومات المناسبة لهذا النوع من اللباس، كان بان كي شي قنية. نزلت شافت فيا بنص عين وقالت اجي. وبديت كنبعد، قلت ليها اهاي حيدي المقاس. قالت اجي ولا غدا نجي. بديت كنزاوق العار لا العار. جراتني من شعري وحلات لي الضفيرة وطلقاته وهي تقول دابا كتباني كي شي حاجة، يلا سيري تبتي حتى نعيطو عليك. كونت في واحد القنت حتى وجد كل شي والناس قربوا يشي. طلعت البيت مع اختي وسمعنا الدقان وهي تقول لاختي هدى قلبي كيضرب. قلت ليها زدتي فيه كديري بحال يلاه غتشوفيه، راه 3 سنين وانتوما بزوج. خشيت راسي في الشرشم كان برقك. قلت ليها شوفي راه هو امين وهاديك امو اجي وشكون هذاك؟ وخشيت راسها في الشرشم وهي تقول اياه هذاك هشام صاحب امين من روح الروح. وبديت كان برقك اصلا ما بانش ليا مزيان، بقيت كنشوف غير طلعته. الصراحة كان عنده الشعر غير أنا ما حملتوش من أول نظرة رأسية. بقينا حتى عيطوا علينا. الصراحة أنا غير حاشره صحة. دخلت هي هزة الصينية قالت ماما ها هي العروسة. وبداو الهتافات تبارك الله تبارك الله. وأنا تابعها كنطل نبرقق نشوف شنو جابوا. هذا أمين وهاديك ماما وهذاك
داك بوقال بلاتي بلاتي، هاد الكمارة مسجلة عندي في الذاكرة، ولكن الصورة مسجلة عندي بين المقلوب. بديت كنحقق فيه، كنقرب منه وكنصغر في عينيا وكنخرج شي شوية. بديت كنميل في راسي باش نطابق ديك الصورة المقلوبة اللي عندي في عقلي مع الصورة ديالو. كل شي بدأ كيحاول يفهم اش كنصنع. ماما كتجر ليا في جلايلي وانا نقول هو، والله حتى هو هداك ميخي اللي عطاني ديك النهار ديك الدقة بالموتور. وبديت كنتمتم وهو مخرج عينيه مخلوع. قلت ليه جيتي برجليك حتى للدار، كحلتيها قفرتيها. وبدات ماما امين كتصلح الموقف وقالت هادي ما تكون غير لاله هدى. شفت فيها بالزربه وعاود كنحقق في داك الوليد. قلت ليها هي انا اخالتي. جربني ماما بالفن وجلست وهي تقول لي كاع اللي نقزاتو المعزة في قرون الجبل غدا تخلصو في دار الدباغ، كل شي غيخرج من ديك الضفيرة. حسيت بالضوء ماشي من صاعقة الخبر ولكن من القرصة ديال الوالدة. ثبت وتكمشت ولكن بقيت كنحقق فيه حيت متأكدة باللي هو اللي ضربني. بداو كيهضرو شي شوية وهو يوشوش فودن آمين، وهو يشوف فيا امين وقال هدى واخا توري لهشام فين كاين الحمام، واش ما عندوش حمام في دارهم؟ فرصه باش نتاقم. ابتسمت وقلت ليه طبعا. خرج داك ميخي اسبقني ولبس صباطو، تبعته وهو يقول ياك الحمام هو الدوش عندكم، ياك فيه التواليت درت عنده ودرت نظرة بليدة خنزرت فيه وقلت لي لا عندنا طواليت في الصالون، ولا عرفتي شنو ما عندناش قاع تنديروها في الكوزينة. ايش هاد السؤال البليد؟ تزنق وانا نبدا كنت على طرف صباعي وكنطلع عليه. قلت لي انت هو داك المتخلف اللي ضربني ديك النهارات. بعد وجهه هو يقول انتي اللي غدا كتعوجي. قلت لي ها اعترفتي، شفتي حفاك الله وليتي كتجي عند هاد الاشكال للدار. يلا خسر بينا وعندك توسخ لينا طواليتنا. السيد تزنك وانا فرحت من اللي حرجته. بديت كنشطح بجن ونحرك راسي، حسيت بنفس النصر اللي حس به اكبر فاش غلب في المعركة في فيلم جودها أكبر. رجعت لبلاستي وشوية وهو يجي لجاني وجلس وكيشوف فيا شوفات ديال الغضب، متأكدة باللي كيتخايل باللي كيطحني برموك ماشي غير الموتور. سال كل شي على خير وأنا كنت فرحانة حيت فديت طاري. وبالفرحة سهرت على واحد الفيلم فيه ربعا ديال سوايع ديال أمير خان ووصل نهار الحنة. وهنا تعرضت لأكبر إهانة في حياتي. نهار الحنة كنت مخشية كيف ما ديما مصدعاهم على الحنة حيت كنت كنحماق عليها وكنحاول نفارد بخالتي مينا النقاشة باش ندير ما بغيت، حيت إلا عقت بيا ماما ما غتخلينيش. جريت خالتي مينا ووشوشت ليها وقلت خالتي بغيتك ديري ليا النقيش الهندي. شافت فيا وهي تقول كي دايره بنتي. عطيتها ايديا وقلت هانتي كيكون مشارجي وكيفوت ليدين شويه يقدر يقرب المرفقين، والصباع ما كيتنقشوش ولكن كيتصبغوا بالحنه. وهو يقول واحد الصوت مورايا ولا عرفتي شنو اختي مينا، حني ليها تال الكتاف وصبغي ليها الحناك بالحنة. درت لقيت ماما دايره يديها على جنابها ومطلعة حاجب ومنزلة لاخر وقالت فين عمر البنت كتنقش يديها بجوج وكتصبغ يديها بالحنة، منين جايبينك؟ وبديت كنت نخسر واش حتى الحنة فيها الحكام
وخليني ندير اللي بغيت، ما تدويش معايا. وهي تقول ديري اللي بغيتي، غنبرد ليك دوك الصباح ونديرهم ليك في الصوبه تشربيهم. تكمشت ونقشت غير صباع واحد وما بغاتش تصرط ليا، وخليتهم حتى غفلوا وهربت بالزلافه د الحمام. وطليت نصف صباعي وكنتخيل راسي بحال المناسبات ديال الحنه ديال الهنديين اللي كيكونوا العيالات شادين الطبول وكيعزفوا موسيقى زوينه والناس كتشطح بسعاده وهناء. الصراحه ما كاينش فرق بيناتنا، الا عندهم هما الطبل، احنا عندنا البندير والتعريجه والدربوكه والناس كتشطح. المهم شطيحنا فيه شويه ديال العجب، ونهار العرس كاع الناس في جيه وانا في جيه، الريتم في بلاصه وانا في بلاصه اخرى. لبست ومشيت القاعه باش تشوفني ماما، كي دخلت تخبيت كنطل من بعيد، عرفتها كتقلب عليا. ساعه ديك عايشه بنت لالا مينا فضحاتني، تو قالت ليها راهية. مشيت حادره راسي وهي تقول اياه الحلقه في النيف فوتناها، واخا كتباني كيتو قلنا ما كاين باس، الشعر دايره لي هكاك قلنا ما كاين باس، لابسه كاع دبالج السوق درنا بحال ما شفناكش، دايره حلقات تقال يقطعوا ليك ودنيك، سوقك هذاك. ولكن ديك التكحيله ما ندوزهاش ليك، مكحله عينيك من الفوق والتحت ودايره الدهبي، غتحيديه قبل ما ندير لبنتي الزرق في عينيها. مشيت كنت غبن ونقصتو شويه شي شويه، دخل الزغاريت ومن طبيعه الحال هشام كاين حدا امين، شافني وتصدم، ما فهمتش واش جا معايا داكشي ولا تصدم حيت كان بان خايبه. المهم تكمش في بلاصتو والعرس كله وانا كنشطح على هوايه، كندير داكشي اللي في راسي وكنرمق نظرات الاستهزاء ديال الناس كلهم بدون استثناء. ولكن من شيم البليوديه ندير داكشي اللي بغيت وما سوق حد. وفاش قربت خاوله تخرج كلفاتني ماما بواحد التقليد، هو انه نكب الماء في الارض ملي اختي تمشي في حالها، قالوا حقه الواد باش يفيض الخير والخمير. انا خارجه من القاعه وهزه سطن وبين لي امين واقف هو وهشام حدا الطوموبيل كيتسناو خاوله تخرجها النقافه ودايرين ايديهم في جيابهم. قربت ليهم وانا نسمع امين قال عقبه ليك صاحبي حتى انت دير دارك ووليداتك. ضحك هشام وقال ويلي يا صاحبي لقينا بعد المدام باش نديرو الدار. ضرب ليه امين على كتافه وقال له ها هي هدى خت خوله الزين والتباتة، ويلا خديتيها راه غنوليو عائله كتار من صحاب. بدا كيضحك بصوت عالي وقال لي من نيتك عشيري، ما بقى ليا غير هذيك البنت. اش اودي شوف كي دايره بدويه في باريس، واش كاين شي حد باقي كيصبغ صباعه وكاع رجليه بالحنه. حسيت بالسم ما عقت حتى دقيت ليه في ظهره ودار عندي صدم كتر مني، وهزيت السطل ورجعت خطوه للور وانا نخويه عليه وهو ينقز وقال واش انتي حمقى. امين تصدم وزدت خلفها مع الطريق وفيا السم وفيا السم والبكيه واحساس بالحقره. مالي انا مال الناس ما كيامنوش بالاختلاف، قال ليك شوف كي دايره، شاف راسو بعدا كي داير بنادم. تفاديت نبكي باش ما نخسرش اجواء الفرحه اللي في القاعه، وبررت دوك الدمعات اللي نزلوا بدموع الفرحه من اجل خوله على فراقها وعلى غيابها. اما هو ما بقيتش شفته، وحتى امين كان كيشوف فيا بنظرات كيحاول يدارك الخطا اللي دار صاحبه، وكيبتسم ليا وكيرمقني بنظرات فيها نوع من الاحراج والخوف. من بعد العرس مباشره ما كان عندي حتى خبر عليه، غبر الله يعطيه غباره.
الصدى ديال كلامه كيتردد في الداخل ديالي، كل مرة كنشوف الحنة كنتفكر ايش كيظنوا فيا الناس. كنحاول نصبر راسي، لحقاش حتى واحد ما عنده الحق يتحكم ليا في داكشي اللي كندير. ومن بعد اسبوع عيطات ليا خولة وقالت ليا باللي راها عارضاني الغدا عندها. في الاول ترددت نمشي، ما بغيتش نطيح في شي موقف خايب مع امي، ولكن قنعتني ماما نمشي. وبالفعل مشيت. في الاول لقيتها بوحدها في الدار، بقينا مجمعين وكنتعاودوا، واستنتجت انها ما في خبارها والو على داكشي اللي وقع ديك النهار. سمعنا الدقين ومشيت حلات، وهي تعيط عليا، هدى هدى اجي. مشيت لقيت امين وواقف حداه هشام، وانا نجر اختي. قلت ليها ما قلتيش ليا هذا جاي؟ وهي تشوف فيا. قالت كديري بحال لا ما عجبكش الحاله الشويطينه. وبديت كنخنزر، كون ثقتي يا بنتي اش قال فيا، كون جريتي عليه بالشطابه. سلم عليا امين وهو يمد ليا هشام ايديه، ومبتسم ابتسامة فيها تردد. جمعت ايدي عندي وقلت ليه فيها الحنة، وهزيت ايدي وقلت ليه شفتي صباعي مجلخين بالحنة. صدم، ابقى مات ايديه وانا كنشوف فيه. اتحرك وجمع ايديه وانا نقول ليه عندك دوز من هاد البلاصة، راه دست منها وقاع رجليا فيهم الحنة. الصدمة كانت ثلاثية، امين وخولة وهشام. افديت دقتي، درت عند خولة وقلت ليها مشينا يلا نوجدوا الطبلة. ما فهمات والو وجراتني الكوزينة وقالت واش انتي حمقى، اش دار ليك الولد، واش يحساب ليك بحال الافلام الهندية، ديري ليه هكا وعادي يقدر يبغيك. نطرت ايدي وقلت ليها واش كون قال لك انا بغيتو يبغيني، اصلا هادشي لاش كتخطو، وسيري سولي راجلك اش قال هداك على اختك، وديك الساعه شوفي على من غدا تدافعي، ولا عرفتي شنو، خليني نمشي لدارنا احسن. وهزيت شالي ودرتو وخرجت كنجري من الكوزينه. بدات كتغوت هدى بلا فعايل الدراري الصغار اجي لهنا. ما سمعتش منها ومشيت كنجري، حسيت بشي حاجة قبطتني من الشعر، حبسني، شلات حركتي، وقفت تحبسوا لي أنفاسي، درت نفس عميق، مشهد هوليودي، نزلوا لي جوج دمعات، ودرت واحد الدورة، شعري تلوى فيها بحال الإشهارات ديال الشامبوان، دايرة وسادة عينيا، وقلت بصوت خافت، خليني عافاك. درت لقيت الشال واحل في واحد البوانيه مهرس، لقد كانت حرقة قوية. حيدت الشال، عاد سمعت خولة جاية تابعاني، لبست صندالتي وحليت الباب. قالت أمين أجي عافاك. خرجت وخليت الباب محلول باش ما يتعطلوش إلا بغاو يتبعوني. تبعتني اختي خولة مسكينة وأمين، وخرج داك الحتروف أحشم يبقى بوحده في الدار. قالت هدى وقفي بلا بسالة، راه ما كاين فين تمشي. وقفت وبقيت عاطيهم بالظهر. جات خولة دوراتني وقالت مالكي، جرها امين وقال ليها خولة يلا انا غنشرح ليك. مشى وكان هشام واقف بعيد، مشى عندو شير ليه براسو باش يجي لعندي. كنت واقفة وانا نسمع هدى، درت هز حاجب وحاطة لاخر وقلت له اش كاين، وهو يقول انا ديك النهار ما قصدتش ديك الهضره. قلت لي اها واشنا هي شوكي دايره، مالي بنت ليك كائن فضائي، مالي بنت ليك كائن فضائي، زيدون دوك اللي كتضحكوا عليهم راهم عندهم حضاره على قدها وثقافه غنيه، ودوك الاعمال شاهرين بيهم بلادهم، طفروها المغاربة اللي كيديروا أفلام بلا نهايات. بقيت كنهضر وهو كيشوف ليا في شعري نظرات غريبة، إيش هاد البرودة، أنا كنكشكش عليه
وهو كيتأمل ليا في شعري، كيشوف بحال لا عمرو شاف شعر كحال وطويل. شيرت ليه بإيدي وقلت شاف ليا في عينيه وقال هدى. قلت ليه اش كاين؟ قال شي حاجة في شعرك. بديت كنقص فين كيفاش؟ وهو يقول وبلاتي خليني نحيدها لك. احلفت لنزقة وقلت حيد ايديك ما تقيسنيش انت فتيني. وهو يقول صافي ها هي واحد الحاجة لاصقة ما عرفتش شنا هي. وبديت كنقول صافي حيد. شاف فيا وهو يقول ما قصدتش سمحي ليا، اصلا انتي حره ديري اللي بغيتي. وانا نقص قلت لي على سلامتك من اللي عرفتيها وفهمتيها. قال لي واصلا هادشي جاي معاك وجاي مع شخصيتك. تعلقت باش نوصل ليه شويه ونيشت فيه وقلت لي ما تحاولش تخلق معايا السعاده فهمتي. تخلع وهو يقول صافي سمحي لي انا ما بغيتش اختك وحتى انتي تاخدو موقف مني. داكشي علاش من الاحسن نرجعو نتغداو باش نفكو هاد المشكل. شفت فيه وقلت هادشي كنديرو على ود اختي اما انت منك ليها. بقينا غاديين بشويه وانا مربعه ايدي ومغوبشه وهو يديه في جيابه. سكت وهو يقول اذا كتعرفي تشطحي مزيان. درت عندو وقلت له يا قلت ليك ما تحاولش تخلق معايا السعاده. دار بحال ما سمعنيش وهو يزيد يقول والناس المولوعين بهاد السينما راه كيكونوا رومانسيين بزاف. درت عندو وقلت دابا لاش بغيتي توصل؟ وشاف فيا وقال للدار عند امين وخوله حيت فيا الجوع. خنزرت فيه وتمتمت وقلت لي تاكل جنابك ان شاء الله. وصلنا للدار وصونا ورجع اللور حيت عرف خوله غادي تبوقلو بشي مغرفه. حليت مخنزره شفت فيها وتبسمت قلت خوخه تحل المشكل. طلعاتو وهبطاتو ودخلنا. في الاول كان الجو مكهرب ولكن طلقوا الوجوه شويه. جالسه كناكل وهو يقول لي يا هشام عافاك يا هدى واخا تعطيني كاس الماء. وانا نهز ايدي ووريتها لي. فكرت باللي فيها الحنه اللي كيعيب وهو يقول ماشي مشكل الحنه من الجنه. جاني الضحك حيت فهم الميساج وقدمت ليه الكاس الماء بحنان. ومن بعد هاد الشي ولينا عاديين حتى لقينا راسنا في الاخر كنموتوا بالضحك وشادين في بعضياتنا كلنا ناشطين. وعاونت خولة في الجميع وحتى امين وهشام عاونونا وهما خرجوا للقهوة وبقيت مع خولة. مشات هي باش تاخد دوش وشحلت انا التلفازة ودرت زي افلام محبوبة الجماهير ولقيت واحد الفيلم اغرقت معاه حتى وليت كنتخايل راسي انا اللي لابسه الكسوة وكنجري في الهضاب والتيلان. ما حسيت براسي في واحد اللحظة حتى جهدت الصوت 100 درجة. ما بقيتش كنسمع خولة اللي كتغوت باش نقص وكانت واحد الاغنية. وقفت وقديت البوزيسيون جمعت شعري وسديت عينيا وكنتخايل راسي لابسه صاري. وبديت كنشطح كي كدير الممثله تماما وكنردد شي كلمات حافظاهم الاغنيه من كتر ما كيتعاودوا. واحد اللحظه سديت عينيا ودرت بالجهد ما خرجت غير في امين وهشام واقفين وحالين فمهم. كانوا عندهم السوارت ودخلوا شافوا اللي شافوه. امين زاد كيضحك ومشاو خلى هشام مصدوم وانا واقفه كنتنفس بصعوبه من كثرة السخفة ديال الحركات. وهو كيشوف فيا وحال فمه. انزل ليا شعري على وجهي وبديت كنجمع فيه وكنشوف فيه باقي حال فمه. قلت ليه مالك؟ سؤال شحال بالي بحال لا ما عرفتش ماله. اش غيكون ماله؟ صدمو باللي انا كنعرف هاد الحركات. قال واو. هزيت حاجب وحطيت لاخر وشاف فيا وقال كتعرفي هاد الشي كله؟ واو زوين هاد الشي بزاف. قديت حالتي
وبقيت كنشوف فيه وقلت ما بقاش تخلف ورجعية. جاوبني عمر، الفن ما كان تخلف ورجعية، وانتي راكي موهوبة. خنزرت فيه وقلت راه قلت ليك ما تحاولش تخلق معايا السعادة. ضحك وقال ما كرهتش نولي نشطح هكا باش نشطحو بجوج. حققت فيه وقلت كتحرش بيا في قاع دارختي اودي. رجع خطوة اللور وتخلع وهو يقول لا لا والله ما قصدت هكا، انا غير قلت. بديت كنشوف فيه كيحمر ويخضع. قلت ليه وصافي صافي ما قلنا ليك والو. قال لي عافاكي الى خرج امين قولي ليه انا كنتسناه برا. احتر راسو ومشى مطقطق الراس. يالله شحال من مره حرقته. فديت دقتي بامتياز. جلست كملت الفيلم بينما خرج امين وما حسيت بحتى شي احراج. اصلا ما كنت كندير حتى شي حاجه عيب غير كنلوز صافي. قلت امين كيتسناك صاحبك على برا. زاد كيضحك وهو يقول دوختيه مسكين حتى خرج ياخد ليه شويه ديال الهوا. وزاد كيضحك. مشى حل الباب وخلاه محلول ومن باب الفضول تبعته بلا ما يعيق باش نسمع ما يدور وراء الابواب. وهو يقول له ادخل صاحبي مالك براني. قال امين ما نقدرش ما غنحيدش عيني عليها وغنبرزط البنت. سمعت امين بدا كيضحك. قال لي ومالك صاحبي دوختي حتى لهاد الدرجه. قال لي وما شفتيش على رشاقة صاحبي وخفه وشعرها كي كيتماوج والابتسامه اللي في وجهها بالسيف مندوخ. وحيت انا هيشه وعبيطه طبعا بلاصت ما نمشي حسي مسي ضربت واحد الباص قدامي وهو يطيح. ما فهمتش لاش قبستو تقبيصه الكابتن ماجد ودارو بجوج. وه يا ناري اش غدا ندير مالي بهلوله. وهو يقول امين خوله هادي انتي. سمعت هشام كيقول سمعتني يا صاحبي. وسمعت خطوات امين جاي لجهه الباب. حلو ولقاني محدوره كنجمع داكشي اللي هرست ودت راسي بحال تفاجات من اللي شفته. قلت اه امين هذا انت. بدا كيضحك ودار عند صاحبه وغمزه. قال لي الى حضر الماء كيترفع التيمم بيناتكم ابيضاوه. ومشى وخلاني. الا اجي فين غادي. هزيت الفاز المهرس وبديت غادا وهو يعيط عليا. هدى درت عنده وقلت نعم نعم. تقدم عندي بخطوات متباطئة وقف قدامي. بقيت مخرج عينيا كنتسناه اش بغى يقول. بقى شحال كيشوف فيا وقلت لي ياك ما شي حاجة في شعري تاني. ابتسم ابتسامة ساحرة وقال لا ولكن خرجت عيني. وقلت لي مالي انا. قال لي واش تفرجتي في الفيلم كوشكوش هداهي. خنزرت فيه انوان حساب لي غيقول شي حاجة مفيدة وانا نخنزر فيه. وقلت اياه علاش. بقى كيضحك كي البهلول وهو يقول غير سولتك. هزيت كتافي ودرت بغيت نمشي في حالي. وهو يقول لا الصراحة كنت وبدا كيتمتم ويتزنق بحال لا بغيت نقشو. بديت كنشوف فيه وهو يقول انتي فعلا بنت زوينه. قربت ليه الوجه وكمشت عيني وقلت ومالك من الصباح وانت كتعصر يلا باش جبوا لها جوج كلمات. بقى كيشوف فيا وانا نقول اجي ولا انت من دوك اللي كيخافوا من البوح في المشاعر للعنصر النسوي. تلف قال لي شكون انا. لا المشاعر لا. زدت كنضحك. قلت لي على كل حال شكرا على الاعتراف. ومشيت وخليته. لحت داكشي في الزبل واستعديت باش نرجع بحالي للدار. دزت للصالون وانا نلقى خوله وامين كيشوفوا فيا وكيضحكوا. درت بحالنا ما طرا والو وقلت
امين خويا، واخا توصلني للدار. شدات لي خوله دراعو وقالت شنو هو ما عند راجلي في عين يمشي، سيري قلبي على شكون يوصلك. والله تا زوينه، سيري راهي هشام عنده الطوموبيل يوصلك. بديت كنخنزر، عرفتهم باللي هذا هو الهدف ديالهم. ما فيا اللي يتصادع، مشيت عند هشام وقلت له عافاك واخا توصلني. السيد وقف وبدا كيقلب على السوارت وقال على راسي وعيني. صدماتني الحنية والأدب اللي ولا فيه، سلمت عليهم ومشيت. طريق كاملة وهو ساكت حتى وصلنا للدورة، وهو يجبد البورتابل وبدا كيلوي في لسانه. هدى، قلت زعما إلا بغيتي تكتبي ليا نمرتك، زعما شي نهار تبغي شي حد يوصلك، ولا لا قدر الله تبغي شي مساعدة. شفت فيه بقنت عيني وقلت لي أرى لهنا وكان قال لك المساعدة، غير هو ما تصدعنيش بلي زابين، غير هو ما تصدعنيش بلي زابين، غير الميساجات. ترسمات ابتسامة خفيفة على وجهه وهو يقول كوني هانية. انزلت واحد الفرحة في شكل لابساني، دخلت للدار وسلمت على ماما وهدرنا وطلعت لبيتي. تكيت وما فهمتش علاش بديت كنتخايل راسي انا وهشام كنشطحوا على انغام موسيقى هندية ناري. ويلي لا، وليت كنتخيل راسي انا لابسة ساري ودايرة دمالج الهند كلهم والطانقة في المنخر اللي ملاصقة مع الودن، وهو لابس روال ديال التوب با ديليفون وداير موستاش يشطب بيه الحومة وعقد راسو بديك الرزة العجيبة. كان جري وهو كيتبعني وكيشد الشال، وكان هرب انا مازال وزعما كان كتر عليه بيل بيان فوق التلال والهضاب، وكاع الناس ديال ديك البلاصة كيشطحوا بحالنا وحنا فرحانين. جاني الضحك، علاش هو بالضبط؟ حاولت نغشم راسي وندير بحال ما وقع والو، ولكن شي حاجة كانت في الداخل. فقت فرحانة، بيتا كنشطح، بيتا ناشطة. حليت التليفون وشفت في الفون ديكرون صويرة ديال الشالو، حسيت بالأمان. نهت صعب ليا واحد الميساج، قلت ما كاين ما يدار والله تنحلو ونقرأ. لقيت صباح شاروخان وكاجول، صباح ريتي كروشن وبريتني زينتا. جاني الضحك، قلت والله تنجاوبو. كتبت لي شحال استغرقتي باش تعرف سمياتهم، وهو يجاوبني ما كنتش عارفهم، ولكن اللي عارف باللي هو شي نهار غنزيد في داك الميساج صباح هدى وهشام. قلبي بدا كيضرب وحسيت بالفرحة، ما قدرتش نجاوب. واحد عشرات الدقائق وهو يعاود يصيفط ميساج، قال الفرق بيننا وبينهم ان احنا ما غنكونوش تمثيل. شفتي راه ما عنديش مشكل مع البوح بالمشاعر، مع البوح بالمشاعر. جاوبته الثقة في النفس حاجة صعيبة. ما جيت في نصيفته حتى دور الو، قال اسمح لي ما كنتش بغيت ندور، ولكن هاد الشي ما كيتقالش في الميساجات. بقيت ساكتة وهو يقول ما فيها باس الا تعطاتني الفرصة مع الفتاة البوليودية الفاتنة. قلت لي هشام ضربتي عليا، شكون قال لك انا بغيت؟ وهو يقول معروف على الهنود ما كيردوش الحب في وجه المحبوب، وتواضعي وخليني نبين مشاعري. الصراحة حق سيدي ربي حتى كنت فرحانة، ما عرفتش المسامحة على ما فات. حتى انا تبارك الله ما قصرتش، رديت ليه الصرف. بقيت ساكتة وهو يقول السكوت علامة الرضا. درت هذيك الحشمة الزائفة وقلت يكون خير، يلا نخليك دابا، وسديت التليفون وعنقته ونت كنرقص على أنغام أغنيبات الشهيرة
أنا فرحانة، وأخيرا لقيت الفتاة الهوليودية. الفتى الهوليودي، هاد العلاقة اللي بدات اليوم طورات، والطورات حتى ولات قد موبايل، وتكلات بواحد الارتباط جميل جدا، دام ومازال كيدوم. حاجة مبنية على الصح والمتانة، الثقة في الوثيقة. حبيبي الصراحة كان ومازال من ديما كيستمتع بالرقصات المبدعة اللي كنقدم. أودي الله يلاقينا مع محسن منا. والعبرة، الله يرضي عليك أختي، تعلمي الرقص الهندي. لا لا، ماشي هي هذه العبرة، العبرة هي تبغي راسك كيف ما انتي، ما تحاوليش ترضي شي حد. وكيف ما قالوا، كل قمح عنده كياله، كيجيب ليها الله غراب عوض. ابني شخصيتك كيف ما بغيتي، وما تحاوليش تأقلمي مع الناس، وتقدمي صورة زائفة اللي ما كتمثلكش. ابقاي كيف ما انتي. وهذه كانت هي حكايتنا اليوم، كنتمنى تكونوا دوزتوا وقت ممتع معنا واستمتعتوا بهذه الحكاية، ونتلاقاو في قصة جديدة أخرى.